أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع جنبيت الوزير المرفوض الدفاع السلافي، وضيفينا هو بطلين للعالم في فترة انفصل فيها كاسباروف عن الاتحاد الدولي للشطرنج وكون رابطة اللاعبين المحترفين، وفي سنة 2000 كرامنيك فاز عليه وفاز ببطولة العالم، بينما على الناحية الأخرى توبالوف فاز في 2005 ببطولة العالم حسب الاتحاد الدولي للشطرنج. وعندما اندمج الاتحادين مرة أخرى لعب توبالوف أمام كرامنيك اللي فاز عليه وأصبح بطل العالم الموحد 2006. وأثناء هذه البطولة كان توبالوف محضر أحد التضحيات في الدفاع السلافي، وعندما التقي في 2008 في الدور اللي هنراه كانت الفرصة لتوبالوف للقيام بالتضحية، وبالطبع كانت مفاجأة شديدة لكرامنيك اللي عرف بعد الدور إن عليه أن يرجع التضحية مرة أخرى، ولكنه احتفظ بها، وده اللي اعطى توبالوف حرية الحركة والسيطرة على الرقعة، مما شوش تفكير كرامنيك وقام بنقلة ضعيفة واتبعها باخرى جعلت السيطرة لتوبالوف اللي اثبت ان قطعه الصغيرة اقوى من وزير كرامنيك الاسود. والدور ده به تفريعات كثيرة معقدة، ولكني حاولت ان اقدمه في صورة سهلة وركزت أكثر على نقلات الدفاع السلافي. توبالوف البلغاري بالأبيض أمام فلاديمير كرامنيك الروسي بالأسود، بطولة فيكنزي بالدفاع نصف السلافي سنة 2008. هيا نرى تضحية توبالوف وكيف تعامل معها كرامنيك. توبالوف بالأبيض ولعب D4 D5 C4 جنبيت الوزير C6. بكده دخلنا في جنبيت الوزير المرفوض الدفاع السلافي. نايت F3 نايت F6 نايت C3 E6. كده جنبيت الوزير الدفاع نصف السلافي. بيشوب G5 H6 بيشوب H4 DC4 E4، والأبيض طالب بيدا C4، والأسود كمل G5 طالب الفيل بيشوب G3، وهنا كرامنيك كمل B5 وبيحمي بيدا C4، وبكده الأسود أمن البيدا الزائد. وتوبالوف كمل بيشوب E2 بيشوب B7 كسر. نايت BD7 نايت E5 بيشوب G7. ده هو احد المواقف المعروفة، والابيض حتى هذا اليوم بيفضل انه يكمل بالتكسير على المربع D7. وبعد اخذ الحصان الابيض بيحاول يلعب من اجل فكرة الاختراق في معسكر الاسود، سواء بتقديم البيادق او بلعب القطع. لكن توبالوف ملعبش النقلة المعتادة، انما كمل بنقلة كان محضرها للقاءه السابق قبل سنتين امام كرامنيك في بطولة العالم. وبالفعل توبالوف ما خدش الحصان، انما لعب النقلة المفاجأة المثيرة للجدل نايت تيكس F7.
بالتضحية دي توبلو فتح فصل جديد. على أي حال الأسود حاليا لازم يقبل التضحية لأن الحصان له شوكة للرخ والوزير، ولذلك الأسود مجبر على قبول التضحية ولعب كينج تيكس اف 7، والأبيض كمل اي 5 طالب الحصان نايت دي 5. توبلوف أمام المادة المضحاة أصبح له مبادرة نشطة وبدأ يكثف من هجومه بالنقلة نايت اي 5 بالتهديد القوي بنايت دي 6 بشوكة للملك والفيل، ولذلك كرامنيك مضطر للدفاع ولعب كينج اي 7، والأبيض كمل نايت دي 6 طالب الفيل كوين بي 6، وهنا الأبيض لعب بيشوب جي 4. وإذا توقفنا عند هذا الموقف وحاولنا أننا نحلله هنلاقي أن الأسود متفوق ماديا بقطعة صافية، ولكن ملكه في العراء وعنده الكثير من المربعات البيضاء الضعيفة، وحصان الأبيض على المربع دي 6 بيشل تقريبا حركة قطع الأسود، وبعد قليل الوزير هيلتحق بالهجوم الأبيض والأسود عليه أن يدافع بشراسة وبدقة. على أي حال الأسود كمل بالنقلة الدفاعية روك اي اف 8 كوين سي 2 بالتهديد كوين جي 6 بالهجوم المزدوج على فيل الجي 7 وبيدق الاي 6، وهنا كرامنيك ارتكب أول أخطائه ولعب كوين تيكس دي 4، والنقلة دي نقلة غير موفقة تماما وحتنتهي بتفوق واضح للأبيض، لكن الأسود لعبها على أساس إن بيفوز ببيدق وفي نفس الوقت بيحرر الوزير من حماية فيل البي 7 لأنه بيطلب في نفس الوقت فيل الجي 4. على أي حال الأسود كان عنده بدل ما يلعب كوين تيكس دي 4 نقلة دفاعية روك اتش جي 8 على أساس إن بيحمي فيل الجي 7، ودلوقتي لو الأبيض لعب كوين جي 6 النقلة دي لن تؤدي لشيء لأن التهديد بالأخذ على المربع دي 6 ممكن الأسود يتلافاه بسهولة بنايت سي 7، والأبيض ما زال مع المبادرة وبيهاجم لكن هجومه متوقف حاليا. على أي حال الأسود ملعبش الروك جي 8 إنما كمل بالنقلة السيئة كوين تيكس جي 4، والأبيض كمل بنقلته المعروفة كوين جي 6 بهجوم مزدوج على الفيل والبيدق، وتوبلوف رد بكوين تيكس جي 4 والاسود اصبح متفوق بقطعتين، لكن بعد كوين تيكس جي 7 تشيك كينج جي 8 نايت تيكس بي 7 تشيك الابيض بيستعيد القطعتين مع الاحتفاظ بهجومه القوي، وكمل الدور كينج سي 8 طالب الحصان، لكن الحصان في مأمن لان الابيض هياخد حصان الدي 7 امامه، ولذلك توبلوف كمل ببساطة بالنقلة القوية A4. توبلوف بالنقلة دي بيدخل روكو فورا إلى اللعب وبيفتح أمامه العمود A القريب من الملك الأسود، والأبيض أصبح بيسيطر على الرقعة تماما، وده كله بسبب التكسير الخاطئ على المربع D4 واللي تلاه بالتكسير الآخر على المربع G4. وكاسباروف كان بيعلق فوريا على هذا الدور وأشار إلى أن نقلتين الأسود الأخيرتين أضاعوا منه التعادل على الأقل. على أي حال كرامنيك كمل B4 والأبيض طور في هجومه بروك AC1 وبيضغط على بيدق C4، والوزير مضطر أن يكرس نفسه لحمايته، وبالطبع ده بيمثل أعباء إضافية على الوزير، ولذلك الأسود لعب C3، والنقلة دي ثبت فيما بعد انها ليست النقلة الصحيحة. ممكن الاسود بدل ما يلعب السي 3 يكمل بالنقلة روك جي 8 طالب الوزير اللي ما يقدرش يترك الصف السابع لانه حامي بطريقة غير مباشرة حصان البي 7، ولذلك الابيض هيكمل بكوين اف 7 والاسود هيكمل في مطاردة الوزير بروك اف 8، والوزير لازم يغادر الصف ولذلك بيلعب اولا نايت دي 7 تشيك، وبعد الكينج سي 7 الابيض بيكمل بكوين جي 6، والاسود مازال بيكمل في المطاردة بروك جي 8، والوزير بيتراجع للمربع B1، ورغم ان الابيض افضل الا ان الدور مازال في فرص للجانبين. على اي حال الاسود ملعبش الروك جي 8 انما لعب النقلة السيئة سي 3 بي تيك سي 3، وهنا كان من المفترض ان الاسود يكمل بالفكرة القديمة بروك اف جي 8 ورتبة الوزير من الصف السابع، لكن الاسود ملعبش الروك جي 8
وكمل بالنقلة السيئة بثري. ومن هنا وحتى نهاية الدور الأبيض معاه المبادرة وقدر إنه يطورها إلى فوز في النهاية. وأول سطر في صفحة الفوز كان النقلة C4 والحصان لازم يغادر موقعه الرائع. على أي حال كرام نكمل روك FG8 طالب الوزير، نايت D6 تشيك، كينج C8، كوين F7، والأسود واصل مطاردته بروك F8. وهنا دوبالوف عمل أحد أخطائه القليلة ولعب C takes D5 وترك الوزير. الخطأ ده لن يكلفه خسارة الدور، ولكن على الأقل بيكلفه 10 نقلات زائدة لكي يحرز النصر. الأبيض كان عنده طريقة سهلة لإحراز الفوز بدلا من C takes D5، إن يلعب ببساطة وسهولة النقلة H3 طالب الوزير، والوزير الأسود لا يمكنه التخلي عن حماية بيدق E6 اللي بيمثل عصب الدفاع الأسود، ولذلك قد تكون أفضل تكملة للأسود هي Rook takes F7 وبعد H takes G4. الأسود مطلوب منه قطعتين الحصان والرخ، ولابد في كل التفريعات هيطلع خاسر ماديا والأبيض في طريقه للفوز. لكن على أي حال توبالوف أغفل النقلة البسيطة H3 وكمل C takes D5 وكمل الدور Rook F7. ودلوقتي الأسود عنده وزير أمام قطعة صغيرة، لكن موقفه ميؤوس منه تماما لأن الأبيض كمل Rook takes C6 تشيك، King B8، Knight F7، طالب الرخ الأخرى، ودلوقتي الأسود متفوق ماديا بوزير أمام رخ وفيل وبيدق، وكرامنيك كمل Rook E8 وتوبالوف رد Knight D6. وهنا كرامنيك لعب Rook H8 وحافظ على سلامة الرخ. وهنا توبالوف أنهى الدور بالنقلة Rook C4 طالب الوزير، وبيهدد Rook B4 تشيك وبيفوز بالبيدق الخطير B3. وبكده الأبيض نجح في إيقاف بيدق B3 وبيدقه في الوسط هتحسم المعركة، والأسود ممكن يسلم في هذا الوضع، لكن أكمل عدة نقلات حتى سلم في النهاية. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.